Ma va così bene. إذا بعد ما شفتوا معايا المراحل والخطوات باش صوبنا البرجر ديالنا، وقبل ما غنبداو نلتهموا هاد الأكلة العجيبة ديالنا، غادي يكون التقييم ديالنا على ثلاثة د الحوايج. النقطة الأولى، واش كيشبه لي برجر اللي معروفين على الصعيد العالمي؟ والنقطة الثانية، غادي نعطيكم رأيي في المذاق كيف جا. والنقطة الثالثة، غادي نقط ليه من صفر حتى لعشرة على بركة الله. اول ملاحظه هو ان الخس ما كاينش. ثاني ملاحظه هو البصله ما كايناش، ولكن انا ما بغيتش نديرها لان ما كتعجبنيش. المستوى الحجم ما بيش مزيان قبول. المهم شكلا نقدر نعطيه 6 على 10. نتوما عطوني الراي ديالكم في لي كومونتير، شحال تقدروا تعطيوه من 0 حتى 10. ودابا غادي ندوز للمرحله الحاسمه اللي غادي نتذوق فيها هاد البرجر ديالنا باش نعطيكم رأيي في المذاق، واش المذاق زوين ما زوينش، ونقط ليه من 0 حتى 10. مذاق زوين، هذا عصير ديال الليمون، عصير طبيعي. دابا غادي نقدر نعطيكم تنقيط حول هذا البرجر هذا، هو نقدروا نعطيوه 7 على 10. المذاق فيه زوين الى حد ما كيشبه لي برجر اللي تنعرفه، ولكن المهم في هذا الشيء كله هو ان هذا البرجر هذا صنع منزلي 100%. الا بغيتو بحال هذا النوع ديال الفيديوهات خليه لي في التعليق، وما تنساوش لاجيب. كلنا نوصلوا هذا الفيديو لاش 10000 كا، انا عارفكم بانكم قادرين باش توصلوا هذا الفيديو هذا لهذا العدد. اذا الى اللقاء.